الله يدفك على بعدا ياك. والحمد لله هذا هو الهدف ديالنا، انك ما كانش خاصك تبقاي في الزنقه، حيت انت شهرين وانت في الزنقه. شهرين راه ماشي ساهله وهي في الزنقه ياك استاذه، شهرين ماشي ساهله. ساعدني تبغي تعطيني الاوكي. شنو سميتك؟ حكيمة. حكيمة، مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من قلب نفس المؤسسة اللي كترعى النساء اللي معرضات للعنف واللي كيتشردوا في الشارع، واللي كنشكرهم جزيل الشكر. كنشكر الرئيسة وديال هذه الجمعية، وكنشكر الأستاذات اللي قائمات على هذه المؤسسة واللي ما كيمشوش لديورهم وكيباتوا هنا وكيبقوا مع هذه الفتيات. وكنشكر السيد عامل عمالة الفداء مر سلطان على الوقوف لجانب هذه الفئة من النساء اللي كتعرض للعنف وكتعرض للتهميش وكتعرض للضرب وكتعرض للتشرد. والحمد لله اننا فين ما كنتواصلوا مع رئيسه هذه الجمعيه اللي كنحييها من هذا المنبر، كنقول ليها راه شي بنت راها في الزنقه ما كتعاودهاش معايا، كتقول لي جيبيها مرحبا بها، ما كتقولش لي البلاصه كاينه ولا ما كايناش، كتبقى فيها كيبقاو فيها ظروفها. الحمد لله جبنا بزاف ديال الحالات وتحسنوا، وكاينه فيهم اللي خدمات وعلى برا، كاينه فيهم اللي رجعت للزوج ديالها، كاينه فيهم اللي رقات العائله ديالها. الحاله ديال اليوم ديال حكيمه هي حاله خاصه، غنعاودوا لكم الظروف ديالها اللي قاسات واللي عاشت. وايضا بغات توجه واحد النداء، بغات تقلب فيه على عمتها اللي رباتها. حكيمه غتعاود لينا القصه ديالها اللي بدات من دارهم عطاوها لعمتها. حكيمه شابه عشرينيه، تزوجت براجل كبر منها ب 30 سنه تقريبا. السلام عليكم. السلام. كي دايره؟ لاباس الحمد لله. ارتاحيتي شويه؟ ارتاحت شويه الحمد لله. شهرين وانت في الزنقه؟ شهرين وانا في الزنقه، نعس في الزنقه، ناكل في الزنقه، اللي جا يعطيني يوكلني في الزنقه يعطيني الماكله. بالرغم انك انت ما مولفاش الزنقه، يعني انت كنتي في داركم. بالصح، ولكن ملي تزوجت صافي تشردت خلاص. فضلتي الزنقة على الراجل؟ فضلت الزنقة على الراجل حيت كيضربني وكيعايرني، باغي مني المحرمات بزاف، عنده بزاف تاع المتطلبات. وفاش رجعت عند عمتي ما لقيتهاش، لقيت غير خوها ومرتو طردني، قال لك ما كايناش اختي، ما تجلسيش في الدار، ما غتبقايش في الدار، خرجي بحالاتك، سيري بحالاتك. هي بقيت مشاردة في الزنقة. علاش ما مشيتيش لداركم يا حكيمة؟ مشيت لعند امي في السبيت، عندها الزهايمر، مريضة، ما قديتش نبقى معها عايشة مع خوتي صافي. علاش ما قديتيش تبقي مع امك؟ مريضة قابليها. مريضة شي، ماشي غير الزهايمر، شي حاجة أكثر من الزهايمر. شرحي لي شي حاجة أكثر من الزهايمر. شحال ديال خوتك عندك؟ شي 8 وقيلة ولا 9. 8 وقيلة ولا 9، كلهم صغار؟ كبار ماشي صغار، جوج اللي عايشين معاه، واحد مجوج وواحد عايش معاه في الدار. حتى هما ما قبلوكش؟ حتى هما ما قبلونيش. فين هو الوالد ديالك؟ الوالد ميت. حكيمة تعطوك داركم لعمتك، علاش؟ باش يربوني وتهلاو فيا، نيت فعلا ربوني وكبروني وتزوجت. ملي تزوجت صافي ما قالك ما ترجعيش عندنا، بقاي مع راجلك ولا سيري في حالاتك. شحال دابا باش تزوجتي؟ 4 سنين. 4 سنين وانتي في العذاب؟ اه. وشنو اللي كان مصبرك هذيك 4 سنين يا حكيمة؟ ما بغيتش نضيع في الزنقة نتشرد. ساعة الراجل ما رحمش ظروفي. ماشي ما رحمش ظروفك، وقيلا استغل ظروفك حيت عرفك ما عندك فين تمشي. بالصح، هادشي اللي كاين. حيت كاين واحد النوع ديال الرجال، الله يهديهم الله يهديهم، اللي كنوجهوا لهم رسالة من هذا المنبر، ما تبقاوش تستغلوا الظروف ديال النساء. ملي كيشوف المرأة مقهورة، ما عندها حد، ما عندها عائلة، ما عندها خوت، ما عندها خدمة، ما عندها سند، كيحقر عليها. وهذا الشيء علاش كنقولوا العيالات تكونوا مستقلات ماديا، قراو تقفوا خدموا باش ما تبقايش عاله، وتبقاي يعني انت دائما كتسناي ان هذاك الراجل هو اللي يعطيك كتسناي. وهذا الشيء اللي وقع لحكيمه. حكيمه ما قريتيش؟ لا قريت. حتى لين قريتي؟ هو يمكن عرف شويه هكا الحروف. ما معلمه لا صنعه لا والو. كنت سمعت هي عارفه لا شي شويه. شنو الصنعه اللي كتعرفي لها؟ تنعرف نخيط.
حكيمه دابا انت بغيتك تعطي واحد الرساله توجهها للعيالات، كون كنتي دابا خدامه وبصنعتك غتسوقي لهذا الراجل غتعقلي عليه اللي مكرفص عليك، ما تفوتيش معاه حتى نهار. بصح ما عرفتش ما عرفتش. ملي كتفكري داكشي اللي وقع لك مع الراجل شنو كيوقع لك؟ ما كرهتش الزواج وما يجي منه، كرهت الزواج كله بالمره، كرهت الزواج كله، كرهني في حياتي كامله هذا الراجل. كرهك في الرجال؟ كرهني في حياتي وفي الرجال كاملين. وانت اش داك تاخذي راجل كبر منك 30 عام؟ ما عارفاش، جا خطاب قلت مرحبا بي. انت كنتي غطيري على الزواج، عا قلتي عا قولي يا العفيريته. ايوا اش غدير درتي لي كاين؟ كنتي باغا تزوجي باغا تطلعي في العماريه؟ بصح بصح. بصح. شنو كان خدام؟ ساعة لقيت اهانات والضرب والمعيور، هادشي اللي لقيت في الزواج. فاش كان خدامه حكيمه؟ كان موظف. فاش موظف؟ في مقاطعة. هذا يا حسره موظف وانسان واعي زعما وقاري ومثقف ودار لك هذه الحاله. كان كيصرف عليك شويه ولا والو ولا كيصرف، ولكن داكشي كيرجعوا لي بالصرف زعما كاين، كيخرجوا مني ماكله ماكله بحال هكا حكيمه، لا في الضرب ولا في اهانات ولا في علاقات زوجيه ولا في كل شيء، كل شيء اللي كيعطيه لك. كينتقم كينتقم بحال كينتقم من شي حد فيا انايا. ما عندي ما نسالك، راك عندك حتى التحليل النفسي، راك حللتي النفسيه ديالو. نضحكوك شويه حكيمه حيت انا عارفه قلبك عامر. بصح بصح. شنو تبغي تقولي لي الا كان كيسمعك اليوم؟ ما عندي ما نقول ليه. لا لا ما عندي ما نقول ليه. باغا تطلقي؟ بغيت نطلق منه. ما بقاش تواصل معاك، ما عرفك فين كاينه؟ لا لا لا. هزيتي راسك وهربتي، شنو اللي كيفاش تقررتي انك صافي قلتي اللهم الزنقه ولا هذاك الزواج القهره؟ حيت عياني بزاف، عياني بالمتطلبات والمقير والمعيور، الصباح وفي العشيه بزاف، صبرت ليه بزاف، 4 سنين ديال الصبر، صبرت ليه بزاف. كنتي عايشه معاه غير بوحدكم ولا كانوا دارهم؟ لا غير بوحدنا، غير انا وياه، غير انا وياه. كنتي عايشه غير انتي وياه وما تفاهمتيش معاه؟ ما تفاهمتش معاه، ما تفاهمتش معاه، هو ما كيتفاهم حتى مع مو ولا مع خو ولا مع مرتو، ما كيتفاهم مع حتى حد، شبعان تعقاد، شبعان تعقاد، مرض. امتى اكتشفتي هاد العقد الحياه؟ راه من العام الاول عرفته كيدير معقد ومريض، من العام الاول عرفته مريض، واستمريت في الصبر، والله الا استمريت وتمنيت نصبر معاه اكثر، ولكن الطاقه ما بقاتش صافي، والله تمنيت نصبر معاه اكثر لكن ما قديتش. عذبك هذا الراجل؟ يعني هذا اللي كنتي كتسنى يكون لك السند ويكون لك الاب ويكون لك الاخ ويكون لك عائله تكرفص عليك، واش عرفتي شنو هي ان المراه تفضل انها تنعس في الزنقه وما تبقاش مع الراجل؟ فضلتي تشردي وتكرفسي وتعرضي للضرب والاهانات وربما حتى الاغتصاب وانك ما تبقايش معاه؟ صبرت معاه بزاف، صبرت معاه بزاف، ما قديتش، بقيتش قادر على الصبر معاه، بقيتش. دابا الا رجع لك وقال لك سمحي لي وقدم لك الاعتذار؟ لا. ترجعي ليه؟ لا لا ما رجعش. كلمه نهائيه؟ نهائيه. صافي قررتي انك تنفصلي تطلقي؟ صافي، الله يعاونك ويعاونك. بغيتي تبداي حياه جديده؟ بديتي كتعلمي شويه في الصناعه هنا في السونتر، بديتي عجبك الحال مرتاحه؟ اه. شنو لقيتي هنا اللي لقيتيه مغاير على الحياه ديال برا؟ زوين الجو هنايا، كتعلمي الحلوه، تتعلمي الشيشوار وداكشي مزيان. شنو كتحلمي؟ شنو الامنيه ديالك؟ سخونه بعدا. عاديه. شنو كانت امنيتك في الحياه؟ أنا كنت أمنيتي نبقى مع الزوج زعما سنين طويلة. نسي عليا الزوج، أنت الزوج الزوج الزوج، قبل ما نتزوج شنو كنتي كتمناي؟
شنو كانت حلمك ملي كنتي كتقراي وملي كنتي صغيره؟ شي اللي قلتي لي حلمي نزوج اش غندير؟ شنو كنتي كتحلم؟ كنحلم نزوج. واه فهمتي عباد الله، واه فهمتي سمعوا هادي. صافي ما نجحتش فيه. كنتي كتلعبي بزاف عروسه وعريس. كنتي كتخيلي راسك حامله وكريشه وعندك وليدات. بصح بصح ما ولدتيش مع هاد السيد؟ لا. علاش ما ولدتيش معاه؟ ما جابش الله. غير ما جابش الله من عند الله سبحانه وتعالى. عند الله. كتفكري انك تعاودي تجربه اخرى ديال الزواج؟ لا لا. شنو كتفكري دابا؟ شنو كيبان لك في هذه الحياه؟ شنو المستقبل عندك؟ كيبان لي عادي. المهم الحمد لله ما بقاش كيبان لك كحل. شحال هذه كنتي قلتي انك كيبان لك الدنيا كحله وانك كرهتي وانك لان صافي عشتي في الزنقه، كيفاش دوزي ديك الشهرين حياه؟ ما عقلتش. ما بغيتيش تعقلي؟ ما بغيتش نعقل. تكرفستي في الزنقه؟ ماشي تشرد ولكن زوين زوين الحال واخا هكاك. كيفاش زوين الحال؟ غير شرحي لي زوين الحال. شتي غتصطيني كيفاش زوين الحال؟ كاين رجال الامن مقابلين الدنيا مقابلين الشوارع الازقة. تحيه لرجال الامن. شكرا لهم تحيه لهم. يعني ما مفرطينش في الخدمه ديالهم حتى هما مديرين خدمتهم. ودابا حنا ان شاء الله غنبقاو متبعين معاك وغنشوفوك شنو غادي تتعلمي وتتخرجي من هنا، راه حيت ما تبقايش عايشه حياتك كلها هنا. حنا بغيناك ان شاء الله ديري شي صنعه، ديري شي كيف ما بزاف ديال البنات خرجوا من هنايا. كلمه اخيره شنو بغيتي تقولي؟ شنو النصيحه اللي تبغي تنصحيها البنات؟ وشنو تبغي تقولي لعمتك الا كانت كتفرج فيك؟ عندي ما نقول لها، طردتني حتى هي ما بغاتنيش على خاطر ما عندي. ايوا قلتي عمتك ما كايناش. فاش عيطت لها في التليفون جاوبتني، ومن بعد جاوبتني خاطر بدات تعير فيا حيت هي جاوبتني، ومن بعد كيقول لك ما كايناش. مادام جاوبتني في التليفون راه كاينه. دابا بغيتي ترجعي عند عمتك؟ بغيت نرجع عندها. توحشتيها؟ والله تتوحشها بالله. شنو تبغي تقولي لها الا كانت كتسمعك؟ عمتي هي غادي تقول لك حكيمه، قولي لعمتي. تنقول لها راكي امي ومربياني وجبتيني صغيره ما تفرطيش فيا. هادشي اللي كنقول لها. شحال جات عندك من عام؟ شي 4 سنين ولا 5 سنين. يعني ربتك الحيمه انت يا باقا ما تعرفي والو. بصح بصح. وشنو اللي مخليها غضبانه عليك؟ انت هي ما بغاتكش تخرجي من عند الراجل؟ لا حيت ضربنا تخاصمت عيرتها حتى انا عيرتها. صحاب غادي عاديه غتكون عاديه ملي غادي نتعايروا غادي نرجعوا نهضروا عادي. ساعات انا عيرتها عيرتها. انت ما ساهلاش انت يا تجيب خبيزتك. كنت كنصحابك انا درويشه. وقول لها تسمح لك الا كانت كتشوفك. ولا كنتي كتسمعيني يا طاطا سمحي لي الله يرحم لك الواليد. شنو كتقول لها طاطا؟ اه قول لها تسمح لي طاطا ولا الواليده. يعني بغيتي ترجعي عندها وتعيشي حياه اخرى؟ والله ما كرهت ونعيش حياه اخرى والله والله ما كرهت. ان شاء الله كنتمنوا ان طاطاها تسمعها وتجي عندها لهنا لهاد المؤسسه ديال النساء المعنفات هنا بدرب ميلا. وكنشكروا ايضا مره اخرى العامل ديال عماله الفداء مرسي سلطان على المجهودات الجباره. راني كنقول مجهودات هادشي انا كنشوفو بعيني، ما كيعاودوا لي حتى شي واحد، وماشي كنجيو نصورو وكنعلمو هاد الناس، كنجيو على غفله ماشي مره ماشي جوج، كنجيو كنشوفو النساء اللي جبنا هنا كيفاش عايشين، وحتى النساء اللي عندهم كنلقاهم عايشين بكرامه، كيتعلموا الصنعه، الماكله موجوده، اللبس موجود، كلشي موجود. والهدف ديال هاد الناس ماشي ان المراه تبقى عندهم دائما، العكس انهم كيحاولوا اعاده ادماج هاد النساء في المجتمع، كيحاولوا انهم يخرجوا يبنيوا حياه جديده، حيث الحياه راه ما تتوقفش عند شخص. الحياه ما كتساليش ملي كيطلقنا راجل، الحياه ماشي هي الراجل، الحياه مازال طويله قدامنا، ما حدنا باقين في الحياه، راه كاين الامل. لان انت كنفقدوا الامل هي صافي ملي كنموتوا وكنمشيو تحت التراب، باقي الامل كاينه حكيمه. الحمد لله باقي. حنا ما بغيناكش تفقدي الامل وتقولوا الرجال كاع خايبين وتقولي غير هي نسي عليك الزواج. بصح هو هذاك الرهني في الرجال كلهم. لا 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 ما خصكش تكرهي الرجال، كاينين ولاد الناس والمغاربه راهم رجال. هذاك ربما كان انسان مريض خصو طبيب. ما حاولتيش تقولي لي عرض نفسه على طبيب؟ قلت لي مرارا وتكرارا. وشنو كيقول؟ ما عنده ما تيقول، ما عنده ما تيقول. قلت لي راك انت مريض، راه مريض خاصك طبيب نفساني، راك مريض معقد ومريض وكل شيء. يعني ما
بالصح. شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تي في، كنتمنوا ان القصة ديال حكيمة نكونوا خدينا منها العبرة، وخصوصا البنات اللي كيكون الهم ديالهم هو الزواج ما كتفكرش في المستقبل ديالها. كنتمنوا اننا نشوفوا حكيمة وغيرها في اوضاع احسن، وفي يعني اوضاع نشوفوهم خدامات مستقرات مستقلات بالذات ديالهم. شكرا للرئيسة ديال هذه الجمعية اللي كنوجه لها الشكر من هذا المنبر، والى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله.